اذا عندي سنجل فيز انفرتر كم ار راح يكون في بالسنجل فيز انفرتر؟ 2 ارز. هلا راح احط بين هدول اندكتيف لود، مش هيفلي اندكتيف لود. اندكتيف لود، كيف نميز الاندكتيف لود من الهيفلي اندكتيف لود؟ قبل بالبارامترز تبعون الاندكتر والريزستر، كيف بعرف انه هذا هيفلي اندكتيف ولا اندكتيف؟ الزاوية تمام. إذا عندي لود عندي ار، وطبعا راح يكون عندي هون اوميجا ال، هاي الامبيدنس. زاوية زد نسميها ثيتا ديجريز. اذا ثيتا كانت تقريبا 90 درجه ايش معناها؟ معناها اوميجا ال اكبر بكثير من ار. اذا تان ثيتا تقريبا انفينيتي او اكثر من انفينيتي. مش هيك؟ هذا ايش اللود بنسميه؟ هايلي او هيفلي اندكتيف. اذا هاي اول وحده راح احطها في المربع. لكن اذا قلنا اللود اندكتيف راح تكون ثيتا اقل من 90. يعني مثلا فرضا اكزامبل فاي مثلا بتساوي 45 فرضا، هذه كاكزامبل مش انها لازم تكون 45. واوميجا ال معناها شو العلاقه بينه وبين ار؟ مساوي لها. وتان ثيتا شو بيكون؟ واحد. اوكي، هذا اللود اندكتيف باعتباره ممكن يكون 30. انا بس بدي افرجيك انه لما يكون هايلي اندكتيف تقريبا خلص صار طغى الاوميجا ان طغى على على ار. هلا هون تذكروا هون عندنا بالحاله هاي هذا هو الاندكتيف لود. عندي هذه ار وهذا هون ال. ايش الفولتج اللي راح يبين هون على الاطراف؟ هون بين هون وهون ايش راح يطلع لي؟ ايش راح اعمل الان في 1 2 3 4؟ راح ناخذ الان هون بي سي شغل 1 و 4 و 2 و 3 شو راح يبين عندي هون الفولتج؟ اي سي، بس اي سي مش ساينس ويف، راح يكون سكوير ويف في البدايه او ستيب ويف، او اذا عملت بي دبليو ام ايش راح يصير الكرنت في النهايه اللي بمر هون؟ راح يقترب من الساينسويد. لاحظوا ما تلخبطوا يا شباب، ما تلخبطوا بين الانفرتر والريكتيفاير. إذا ريكتيفاير غذى هيفلي اندكتيف لود، لما يصير اللود فيري هايلي اندكتيف شو بيصير الكرنت فيه؟ ليفل دي سي. بس هذا اي سي عمره ما راح يصير دي سي هون. ماشي؟ إذا حسنت البلس ويت موديليشن هون ايش راح يقترب الكرنت؟ الاي سي ساينوسويدال، ها؟ راح يقترب من الساينوسويدال. طيب إذا خلينا نطلع الآن شو بيصير بالحالة هاي، بالحالة لما بعمل سويتشنج هون راح أفترض إنه عندي سويتشنج ويف فورم هي سكوير ويف. يعني مش ما في بلس ويت موديليشن. فراح اعمل سويتشنج ل 1 و 4 بعدين ل 2 و 3 1 و 4 لمده 180 درجه. فهون عندي راح يطلع عندي الاوتبوت راح يكون ستيب ويف او حتى سكوير ويف بالحاله هاي. الاوتبوت فولتج ويف فورم راح يكون سكوير ويف، يعني فولتج هذا راح يكون سكوير ويف. اذا هون الاوتبوت فولتج راح يكون سكوير خلينا نطلع نشوف شو بيصير بهذه الدائرة. هلا إذا حطيت هذول اللونين مختلفين خلينا نحط هذول اللونين مختلفين، خلينا نحط مثلا الفولتج بالأحمر. Thank you.
اذا هذه عندي هون الويف فورم في هون بلس ويف موديليشن. لا ما عملنا بلس ويف موديليشن. اذا شو اللي راح يصير انا عندي بالدائره؟ اذا جينا طلعنا على الدائره هلا هون اللي موجوده هون راح يصير عندي، خليني افترض انه الانيشال كرنت تبع الاندكتر كان زيرو، او خليني افترض انه هذا الكرنت هون هذا اي لود اوف تي وهذا هون في لود اوف تي. وهي الاشاره افترضت الاشاره بوزيتيف هناك نيجاتيف. شو راح يصير معي الان؟ انا خليني افترض انه اي ال اوف زيرو اي ال اوف زيرو بتساوي زيرو، فراح يبدا الكرنت معي يزيد من هون مظبوط وينزل. لكن اذا بدا خلينا نطلع لو انه هو بدا من النقطه هاي من زيرو ايش راح يصير بالكرنت؟ خليني افترض انه الكرنت بيزيد بهذا الشكل هيك عند النقطة هاي ايش راح يصير؟ لما انعكس الفولتج حاول ينزل ايش هيك؟ بعدين راح يرد ايش عماله صار بعد فترة؟ وين بدا من هون؟ بدا من هون صار في ترانزيت اه؟ بس هون ايش بتلاحظوا صار؟ صار سيمتريكال، هاي القطعة بتساوي هاي القطعة. هذا الكرنت هون اللي صار عندي اللي وصل عندي راح اسميه اي اوف زيرو. وهذا راح يكون ماينس اي اوف زيرو. هذا بلس اي اوف زيرو وهذا ماينس اي اوف زيرو. انا بطلع هاي الفترة، هاي الفترة ايش هاي الفترة؟ من وين بجيبها؟ الزمن هذا اللي موجود هون. كيف هذا الزمن بايش؟ على ايش بيعتمد؟ ديوتي سايكل. بس فيش عندي انا هون ديوتي سايكل، فيش عندي بي دبليو ام. انا بس ماخذ، هذا اللي هو السويتشنج فريكونسي اللي بتيجي من هون. فهذه السويتشنج فريكونسي، فاذا السويتشنج فريكونسي كان سميناها اف، هاي راح تكون نص واحد على اف مش هيك اللي هي تي على 2، وهاي كمان راح تكون تي على 2 اللي هي نص نص تي. هذا الكيرف على اي اساس بيعمل هيك هذا الشكل؟ ايش اللي بخليه يعمل هذا الشكل؟ شو البارامترز اللي بتحددهم؟ الامبيدنس. تمام، ايش بالضبط الامبيدنس؟ ايش اللي بالامبيدنس هون بحدد هذا الحركه تبعته؟ الشكل تبعه. لا الاندكتر وايش كمان؟ فيش كاباستر عندي. حركة الفولتج من 1 لـ 4 من 2 لـ 3. هذا حدد هذا، هذول حدد النقاط هاي، بس هذا شكل الكيرف ايش شكله؟ ايش هذا الشكل؟ تريانجل. اكسبوننشال. تمام، على ايش بيعتمد؟ على تي على الزمن، وايش كمان؟ ال ار ايش ال و ار؟ ايش اسمهم؟ تايم كونستنت. اذا هذول تايم كونستنت، تايم كونستنت لال ار سيركت شو بيساوي؟ ال على ار. وهون في عندي تاو بيساوي ال على ار، وتاو ال على ار بحكم هاي وبحكم كمان هاي. اذا السرعه اللي بينزل فيها او الميل اللي بينزل او مش الميل الديكي ريت تبع اي هاي راح تكون اي او شكلها العام اي تو ذا ماينس ال على ار في تي او اي تو ذا ماينس ار على ال في تي، لانه وحده ال على ار ايش وحدتها هاي؟ لازم تكون ايش الدايمنشن تبع ال على ار؟ ال على ار تاو. شو تاو؟ ايش وحدتها تاو؟ سكند. شايف مش هي تايم كونستنت؟ سكند. هاي لازم تكون سكند وهاي لازم تكون